وعم بفتش على بقعة مستحيلة ما حدا بيقدر يشيلها. خلينا نشوف داليا وفرح شو جايبين لنا. أولادنا يقولوا عليها بقعة الصيانة المجانية. شو اسمي بقى مرة تانية؟ تصليح مجاني. هم يحبوا يساعدوا غيرهم. شو مهضوم؟ بس فكرتوا كيف حتشيلوا بقى زيت المحرك هاي؟ احنا بنستخدم هذا المسحوق عالي الجودة، بس هذه البقعة شكلها مرة مستحيلة. طيب خلينا نجرب هالمسحوق عالي الجودة ضد أومو الجديد. خلوا المنافسة تبدأ. فعلاً لأومو ما في شيء مستحيل. أومو هو بطل إزالة البقع. هلأ صار دورك، سمي البقعة وأومو رح يشيلها بفعالية 100%.